حبيبة قلبي، أبوكي لازم يروح على الشغل. صباح الخير مدينة. ها مدينة، خدية للبنت. أنا جوعانة كتير، خلينا نفطر سوا. لا حياتي، مضطر إني أطلع فورا، لأنه حياتك ما وقف التليفونات الشغل من الصبح. طيب كنت كل شي بالأول؟ خلاص شربت فنجان قهوة بكفي. ما تواخذني، طولت كتير وأنا عم أتحمم. ببساطة الشخص العايش معك بيضل هو اللي ربحان بنهاية المطاف، وبنفس الوقت كمان هالشخص ما بيخاف يتقلع بأي لحظة. طبعاً هذا الشخص مستعد يعمل أي شيء بالدنيا إذا حس حاله عم يتعرض للتهديد من حدا تاني وممكن يدمره. مدينة؟